الثالث دخل ولم يخرج في منتصف الطريق نصف متكلم. هذا كل الخبر. تعرفوا عندنا بعض الأشرطة نزلت أيام الكسد، أشرطة نسخة أصلية كذا الكلام في كذا الكلام في كذا الكلام في كذا، الكل استمع إلى من رحم الله. ثم بعد هذا جاء العلماء وقال هذه الأشرطة لا تصلح. بعض المؤلفات عندنا كتاب مؤلف والله من مجلدين عرضوه على الشيخ الفوسان، يا رجل أنت لو تنظر الكتاب تقول سبحان الله تعب هذا وجمع وكذا. عرضوا على الشيخ بن باز، الشيخ الفوزان حفظه الله، قال الشيخ الفوزان لا يصلح. لماذا شيخ؟ قال هذا فهرس من أهل البدع. فهرس؟ أي نعم فهرس من البدع لا يصلح. يا أخواننا هؤلاء تربوا على السنة وعرفوا أن الطريق هذا هو عن طريق ابن القيم شيخ الإسلام كذا، وماذا تريد؟ تتلمذ على شيخ الإسلام. قال لا لا أفهم كلام شيخ الإسلام، كأن شيخ الإسلام يتكلم بكلام غير اللغة العربية، لابد تأتي بمترجم يترجم لك كلام شيخ الإسلام. من؟ قال تنزل ابن القيم رحمه الله. أو لعلك بدأت بكتب شيخ الإسلام الثقيلة، منهاج السنة النبوية، تعارض العقل والنقل مثلا، ابدأ بالكتب المختصرة الواسطية، رفع الملام وغيرها. قال لا، حتى هذه المختصرة عندي طلاسم، تتلمذ على ابن القيم يوصلك إلى شيخ الإسلام. قال ما استطعت، عند ابن القيم كذلك، كأنه يتكلم بغير اللغة العربية. انزل إلى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. والله بعض الدكاترة عندنا في المدينة أقول والله ما استطعت أن أفهم الحموية ولا التجمرية، تعبت. حتى جاء الشيخ بن عثيمين رحمه الله ولخصها، فهمت الحموية والتجمرية ولله الحمد. البعض يقول أن الزاد، كتاب الزاد زاد المستقيم، قبل أن يشرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان يعني صعب على كثير من الناس. عندما شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، وهو على اسمه ممتع والله، عندما شرح الشيخ قرب هذا الكتاب للطلاب وأصبح من أسهل الكتب. إخواننا طريقة في التعليم، في المراجعة، في ضبط المسائل، يختصر معك الطريق. فلماذا نعدل عن هذا الطريق؟ نعدل عن كتب السلف، نعدل عن كتب شيخ الإسلام، نعدل عن كتب ابن القيم، نعدل عن فتاوى الأئمة هؤلاء. بالله ما عرفوا هذه المسائل. لابد يكون عندنا قناعة. تدخل المكتبة تنظر، تشتري كتب شيخ الإسلام، تشتري كتب ابن القيم، كتب فلان علان من أهل السنة. قال لا تشتري إلا كتب الأئمة. كان العلماء عندما يريد الواحد منهم يأخذ الحديث، يأخذ من الإسناد، أي إسناد؟ العامي. نعم، لكن اليوم حتى لا يوجد إسناد إلا إسناد جوجل، وهذه مصيبة والله يا أخوان. نعم. قال رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، هذه الآية تسمى آية الامتحان، الميزان الذي نزل به ما عليه الناس. هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، آية الامتحان. ويسمي العلماء أن هذه الآية ميزان تزن به أقوال الناس. نعم. وآية في المائدة، وهي قوله: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. الدليل
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من هم؟ قال الذين آمنوا، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. ينام بين القبور، يشرب الخمور، يزني ويسرق، ويأتي بالطاعات ويأتي بالمنكرات والمعاصي وكذا. هذا والله ولي، والله لا شك في ولايته، من أولياء الشيطان. ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا سمى الفرقان، يعني فرق، كما تفرق بين السماء والأرض لابد أن تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، مهم جدا. ولأنهم جعلوا هؤلاء أولياء الشيطان حتى فوق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. نعم. قال رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشر إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. نعم، هذا هو يقول لا بد للأولياء من ترك، لأنه هو فوق النبي عليه الصلاة والسلام، الولي عندهم طبعا ظل فوق النبي. نعم. إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى. ترك الإيمان والتقوى، إذا هذا هو الكفر الأكبر. نعم. قال: فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. نعم. قال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. المجتهد المطلق من هو؟ ننظر الآن من هو المجتهد المطلق عندهم. نعم، المجتهد عندنا يشترط له شروط، منها يعني حفظ القرآن، يقول هذا لا تسامح فيه. أما السنة غالب أحاديث السنة، ويعرف أصول الفقه واللغة، ويعرف كيفية الحكم على الأحاديث، الأحاديث الضعيفة من الأحاديث الصحيح حتى لا يأتي بحديث ضعيف. نعم، ويعرف أصول الدين، لكن هذا في الغالب. أما أن نأتي بشروط، يعني كما يذكر هنا يقول هذه والله ما تتوفر حتى في أحمد رحمه الله. نعم. قال: المجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، إذا ما يوجد مجتهد على وجه الأرض وانتهى الأمر. إذا معنى هذا أننا لا يمكن أن نفهم الكتاب والسنة. طيب ماذا نصنع؟ قال: نرجع إلى المتهوكين والحيرة وعلماء اليونان والفلسفة. ولهذا قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال: ليتدبروا آياته، استثنى شيء؟ لا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وأدى الأمانة ونصح الأمة، واليوم أكملت لكم دينكم. مجاهد رحمه الله يقول: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 مرات أوقف عند كل آية ولم يستثني شيء، ما استثنى شيء. يعني معنى هذا حتى آية الأسماء والصفات نعرف معناها، ولا بد، إذا المعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة. نعم. قال قال رحمه الله: فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما. إذا معنى هذا، ما الفائدة من إنزال القرآن وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أفضل، لأنه ما ازداد الناس بإنزال القرآن وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم على رأي هؤلاء إلا ضلل، وهذا الكلام هو الكفر الأكبر. نعم. قال: فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنه. لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم من البشر، عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ما أشق عليكم، حريص عليكم، أي باذل غاية جهدي في جلب المحبوب ودفع المكروه، لم يترك شيء يقرب إلى الله إلا وأمر به، ولا شيء يبعد عن الله إلا ونهى عنه. كيف نقول هذا الكلام الكفر والضلال؟ نعم.
قال فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم، كيف نقول هذا الكلام؟ والله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده، وقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال رحمه الله ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. نعم، هناك في هذه الأيام والله، وهذا موجود، من يقول لا يمكن لا يمكن أن نقرأ كتب التفسير. طيب كيف نفسر القرآن؟ نفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة، صحيح، وسلف الأمة وباللغة. يقول لا، تفتح المصحف وتفسر على ما تريد، وأقيم الصلاة، أحسن الدعاء، وآتوا الزكاة، تعاطوا الأسباب التي تزكوا بها أنفسكم. إذن ضاعت الشريعة كاملة. هذه هي الزندقة، صدق الله. نعم، سبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى أمر الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال سبحانه لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تمت بحمد الله. حمد الله في آخر الكتاب لأن الله أثم عليه النعمة، وحمد الله موجب لبقاء النعمة، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبب لكل خير يأتي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. وهذه الرسالة وغيرها من الرسائل المختصرة، يعني لو في كل جلسة من مجالسنا نأخذ رسالة نسير على طريقة السلف نقرأ، لأنه كان لديهم مجالس للمذاكرة، مجالس للقراءة، مجالس لكذا، لماذا لا نغير مجالسنا إلى هذه المسائل؟ تفتنا الفتوى لها كبار العلماء، تقرأ ما قال العلماء وتسير على طريقة السلف وتجعل المجالس مجالس عامرة بذكر الله. يقال أن مجالس شيخ الإسلام لم يسمع قط في مجلس من مجالس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى غيبة أو نميمة، كان الداخل إذا دخل إلى مجلس من مجالس شيخ الإسلام يتذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر المجالس لله. وقال جنبوا، بعض السلف يقول جنبوا مجالسنا، ذكر شهوة الفرد وشهوة الفرد. هل لو تكلمنا في النكاح الآن ما شاء الله، لا عيب، فنجعل مجالسنا في التوحيد. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم. الله أعلم، وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم.